السلام عليكم. عمرك سألت نفسك قبل كده ازاي العلماء بيقدروا يكتشفوا قوانين جديدة؟ طب ازاي اينشتاين قدر يوصل لمعادلاته؟ طب ازاي كل مدى العلماء بيوصلوا لاكتشافات وقوانين وحاجات ما كانوش عارفينها قبل كده؟ ما هو اكيد ما بيستخدموش اي حاجة كده وخلاص، في الحقيقة ما بيستخدموا طريقة انت كنت بتستخدمها وانت طفل صغير بس تقريبا عمرك ما عرفته، ده اول مرة تعرف. بيستخدموا المنهجية العلمية، المنهجية عن الطريقة والعلمية عن الطريقة اللي بنستخدمها علشان ننتج علم. يعني النهارده احنا مش جايين نتكلم عن فكره علميه، احنا جايين نتكلم اساسا الفكره العلميه بتتعمل وبتتجاب ازاي. اول حاجه احنا بنبدا بالملاحظه، بنلاحظ الكون اللي حوالينا والظواهر الطبيعيه، يعني عندنا برق، عندنا رعد، عندنا اجسام بتسقط. بعد كده بحسنا المنطق البشري بنبدا نسال اسئله، هي الحاجات دي بتحصل ازاي؟ بتحصل ليه؟ طب يا ترى لو غيرنا الحاجه الفلانيه ديت هل الحاجه التانيه ده هتتغير؟ هل في علاقه ما بينهم؟ وطبعا الاسئله دي بتؤدينا بعد كده ان احنا عايزين نعرف اجابه. وهنا بيكمن الفرق بين العامي والعالم. العالم لما بيسال سؤال بيحاول يدور على اجابه، على عكس العامي بيقول لك ايه؟ اه هي شكلها حلوه كده، جميل، عجباني، ما بياخدش الموضوع ابعد من النقطه ديت. لكن العالم بيبدا يحاول يلاقي اجابه، بس هنا السؤال لا اجابه ازاي؟ بالتخمين. اه والله العظيم العلم التجريبي قبل ان يبنى على التجربه هو مبني على التخمين. العلم لابس مبني على اليقين بل مبني على التخمين، وده مش كلامي، ده كلام ريتشارد فاينمان ذات نفسه، عالم الفيزياء الحائز على جائزة نوبل في إحدى محاضراته وهو بيشرح المنهجية العلمية. ليه؟ لأن دلوقتي ربنا خلقنا وإحنا في الدنيا ديت عاملين كده كأننا قدام امتحان فيه أسئلة اللي هي قانون الطبيعة، إحنا معناش طريقة ولا كتاب نذاكر منه أساسا. طب أنت هتعرف تجاوب الأسئلة إزاي؟ هتحاول تخمن، تفكر، والله دي شكلها ممكن إجابتها تنفع كده، ممكن تشوف إجابتها كده. طب إزاي بقى هنعرف يا محمد التخمين الصح من التخمين الغلط؟ مثلا هناخد مثال. زمان ايام الاغريق كان في فيلسوف اسمه ارسطو، كان بيحاول ياخد يشوف يعني مثال كده اللي هو الاجسام اللي بتسقط. والله هو كان شايف ان الجسم التقيل هيسقط على الارض قبل الجسم الخفيف، لان الجسم التقيل الارض هتشده اكتر لانه تقيل من الجسم الخفيف، فبالتالي هو اللي هيرتطم بالارض اولا. بس بعد كده بسنين في عصر نهضه العلوم في اوروبا في ايطاليا جه العالم جاليليو اللي احنا عارفينه، وبعد كده قال لك لا يا جماعه، ده الحاجه اللي بتشد الكره التقيله والخفيفه حاجه واحده اللي هي كوكب الارض، وبالتالي تاثير الجاذبيه عليهم واحد، وبالتالي هما الاثنين هيرتطموا في الارض بنفس الوقت. طب نعرف مين اللي صح ومين الغلط منين؟ اهم حاجه في المنهجيه العلميه التجربة، ودلوقتي حالا هنعرف من اللي صح. اه يا جماعة ان شاء الله احنا هنكرر تجربة جاليليو. جاليليو طلع فوق برج بيزا المائل في ايطاليا حسب الرواية بتقوله، وجاب كرة من حديد ثقيلة وكرة تانية من خشب اخف منها، اللي هي هنا اي كوباية الشاي بتاعتي عشان بحب الشاي، وعلبة الكبريت الفاضية، وهنرميهم من نفس الارتفاع ونشوف مين اللي هيسقط اولا. يلا واحد اتنين تلاتة، يبدو ان الاثنين سقطوا في نفس الوقت، وبالفعل جاليليو اثبت ان ارسطو كان غلط. الفرق بينهم سنين الاف، ولكن على الرغم من ده هنا عظمه المنهجيه العلميه. مش مهم اسمك ايه، مش مهم انت قديم ولا جديد، مش مهم كلامك يبدو منطقي ولا لا، المنهجيه العلميه مطلقه في الزمان والمكان، المهم التجربه اللي احنا عملناها اكدت تخمينتك ولا تخمينت التاني. بمعنى اصح التجربه هي الفيصل النهائي. العمليه دي بنكررها اكتر من مره، وبنتحول بعد كده من مجرد تفكير جاليليو في الاجسام اللي بتسقط لقانون الحركه بتاعت نيوتن للنسبيه اللي بعد كده اينشتاين بناء على قانون الحركه لكل العلوم اللي حوالينا. دي عظمه المنهجيه العلميه، وده اللي حبيت اوريه لكم النهارده.